سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. الحديث 12 حديثك لبي معنا طبنات عن أبا هريرة وحال غوري رضي الله تعالى عنه درس جاني سدحاد وصحابي جليل كأبا هريرة عبد الرحمن بن صخر وحال غوري قال إنه يري قال رسول الله إلى رسولك سوحي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء قفك إسلام كأوانا جيس وحا كمدا تركه إنو كتغ ما لا يعنيه وحيابها عن قيمها لهين ما لا يعنيه يعني إنو وقته كل ميو وحا معنى لهين وكل ميو من حسن إسلام المرء قفك إسلام كأوانا جيس تركه كتغيتان كيس وحا ما لا يعنيه وحا مركز أو ما لا يعنيه وايهي حديث حديث وحسن وناك بدن رواه الترمذي بابوري وغيره وهكذا. الحديث 13 حديث كسدح يتبنات عن أبي حمزة وحلقوري آنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قادم رسول الله رسولك إلهي قادم كي سنة آنس آنس داد مقشو وقادم رسول الله وايهي وحويري وحلقوري عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي معنا كوري قال إنه يري لا يؤمن أحدكم أحد كين رمين مايو لا يؤمن مر رمين أحدكم أحد أذنك إذن كمدا قف إذن كمدا إيمان كيس كامل من قنيو حتى أنت يحب ولجع لاضو لأخيه قفك كرأي ولا الكيئة ما شيء يحب ولجع ليه لنفسه نفس ديسو ولالك لتلمام يا ماها كان هوي آباء دلين كما كومنو إنما المؤمنون إخوة بالغها لها الكاملون بن إيمانهم هم الأخوة سكواس أيا ولالا مركسي أدرتت لا يؤمن أحدكم أحد كينو إيمان كيسو كامل ماها ومر ميني حتى أنت يحب لك رجع لهذا لأخيه ولالك ما يحب ولجع لها لنفسه نفسه رواه البخاري باوري وايهي مسلم نواوري حديث كاس مسلم نواوري وايهي على حديث منا أفرسو على حديث الرابع عشر حديث كافري تمنات أنا أبي مسعود وحلقه رضي الله تعالى عنه قال وحيري قال رسول الله إليه رسول كيسوحي صلى الله عليه وسلم لا يحل حلال ماها دم امرئ قف دي جيسا قف كاسو مسلم مسلم قف مسلم دي جيسو حلال ماها الا باحدى ثلاث سدح ريموت ميت كوت دو قف كاس كو دحمو يعني سدح دي محاكمه الثيب قف غور سو مري واي الثيب قف معنا مر غروبك الثاني إيه معنى الزاني الزيز إيه جنستي والناقوة والسوء قرصدي حرام بيكود عدي والدلع ديكاد وابنائي دقاح بالقود دلعيا وانين قربو سوء مريواز جنستي والدلع دقاح بالقود دلعيا إلغاس ديكيس وابنائي قضب كلابات والنفس بالنفس نفت واللو دلع هذي نفت ديشو نفت باد ديشتنا والقو قساسيا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص هل كاسة مرة سامعنا باشو ويا والتاريك للديني إنك الدين تسكبها ودهاني وقالوبي المفارق مركا فارقي لجماعة جماعة الإسلام كده بعي بعدما إسلام هابو قال الإسلام ماذا كبعي محقو نقضي قال نيمو سوما والديلا ديجينس صدخنا سميت كود ايا قفكا ديجيس لوو بنيسن كرا لكن صدخدا ميد با دوسو كودين ديجيس وكا حاران لا يحل حلال ماها دم امرئ قف ديجيس مسلم ومسلمه ديجيس انات غشو هادات غشو مع ماشي امانيه
ومن يقتل نكدله مؤمنا قف مؤمنا متعمدا كسو دله فجزاؤه اول مرنتيسو ربي انتو اسدبا دغاي فيري جهنم وغلا يا كو ولو اول مرنا خالدا فيها وكوارا يا لبا وغضب الله عليه الهي باو عرونيا سدح ولعنه الهي با لعنده لعنه وان رحمه الهي لغا فغاده وعد الهي مو يبو هي او دياري لو قفكاس عذابا عذاب اليما حنون بدن شنتا عقاب متيسنه قفكاس قفك قف ايمان له مؤمن ادي جي سبنست اصلا انا ما لنا باش يعني كوسين الحديث قام 10 حديث كشن التبنات من 40 النووي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعير رسولك من كان قفك اهادي يؤمن انه رمينه بالله الهي واليوم الاخر ما انت اقره قفك رميسن الهي ما انت اقره ما انت دنبه الهي قفك رميسن فليقول خيرا حدها افكها كدها وح خير او وناكسن او اما هدي وح خير السوسو كو لين محوها بون ليسمت وآموس يا افكي سربنا يا الله اكبر ما سمين كرنا انا وانو ادغتك بل اسكفيري ومن كان قفك اذ يؤمن انه رمينا بالله الهي واليوم الاخر فليكرم هالشرف هكرامه جاره درسكيس درسك هو عجيب والسكوالس ودينا درسك احواشيس اسكفيري مو في مرق لا ساك قرعه درسك انا جاجا كجرت مرق بدي لك درسك اوغي كور هاي درسك سكايلاري بهاشو ومن كان نك اذ يؤمن انه رمينا بالله الهي واليوم الاخر فليكرم ضيفه مرتدي سها شرف او هكرامه مرتدا انا مرتي مربنا هذا الزمن كان سومالي هور مرتي اد بي اوجلت خولاي اوقل جرت ولا لوغ جري لوغا لي جري هذا لكن مركي لوو سو مرتي قف كو سو مرتي وجيغات بدل مركي با وجيغات كلودي كان كرقبان مخوكاس ورادي مانتا اسدي عجيب مرتدا وا غرنيس النبي الله ابراهيم مقام كو كا غاري وا غرنيس مرتدا يا قد غرنيس اد قالوا عليه ايدي كورس بليشك فقربه اليهم قال الا تاكلون ايدي كسي هريولي والسكربا دمله نبي الله ابراهيم رب سبحانه وتعالى حديث قصي وكله لما سلمت مالك الى الضيفان مركد مالك هذا مرتدو اهرتي وابنك الى القربان ويل كادين الله ادوانشو اني ارى في المنام الله ادوانش اد او غورعدي ونفسك الى النيران نفتادين ان نارته او غدعدي الله اكبر ملك جبريل اوردايا او يمد ورنارتان دبا غبيغت بومبا بيناين او مخان كو قبتا بو اسو خرحنو نارته لو توره قصه عجيب له حتى قصه مو سونه حديثا برنينا نبي الله ابراهيم ويرميا وايجي ذا خليل كي لكن ادي واخا ما بان ملك جبريل اسكا تك ماشي ميكائيل او سودا او يمد مكا سوير واخا غدا روب كو سيدينا فصاحب المدرو مكا سويرميا كا قلي بيرينو غا كسي باشان هاي حقا سنادينا رب سبحانه وتعالى بنكو خرنا هاي ما دعى مرك مك نارتي لو توري قلنا يا نار كوني بردا والسلام على ابراهيم نبي الله ابراهيم هنون كيس ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين بولاي كليه غورما غورما ولقد اتينا ابراهيم رشده غورما لسيه حلي هورو كغد مركي انا كوسي تلاتين مرك قفكه مرتيده شرفه ومن كان قفك هذا يؤمن انه رمينا بالله الهي واليوم الاخر ما انت اقر فليكرم ضيفه مرتدي ساشرفه مرتدو عجيب واي مرتدو عجيب الحديث السادس عشر حديث كاللعي طبنات انا ابا هريرة رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال وحيري للنبي نبي وحيري صلى الله عليه وسلم نبي ايا وحا ويمد نن مركز وحيري اوسني ايدر دارا اوسني ايدر دارا رسولك وحيري لا تغضب ها عرون ها عناقن مركز سوريا رسول الله اوسني وكو الى دنا رسولك وحيري لا تغلب هدنا عرون مركز هدنا وحيري اوسني ايدر دارا مكاو دنا مكو سؤالي لا تغضب دور جرب كو سؤالي فردد مرارا دور جرب كو سؤال علي بيري لا تغلب رباه مركز ايدا البخاري بخاري بحديث كسورينيا حديث مركز انه يتاسا كو عدينس واي هي وكا اوفيرسو اي واي هي حديث كو الحديث السابع عشر حديث كال 89 توريتو دبات انا ابي يعلى وخا لغا وري شداد ابن اوس التميم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير النبي إن الله إلهي كتب واقري الإحسان وناقة
وناجا إن لا سميو إلى هاي قري واجبيه على كل شيء شيء كست كل جي كركي فإذا قتلتم مركز واحد دي ليسان قف دل لغوص حكومة أو كلامك دي ليسان فأحسنوا وناجية معيته القتلة تدلك دلتان كي توجشن قف كدي ليسين وناجية وإذا ذبحتم مركز جورا يسين حولهنا فأحسنوا الذبيحة جورا أو وناجية جورا عيلة وناجية حامنا علماء أنت بدنكم في سرنا نفك أتقلي سو من دي أتقلي سو أنا أتقلي تام من دي أفلة أو أن لبينين ونفط يو جوينيس كو لما نفكو أنا حقوق الرها إذا نفط بيه وبعدين تاعي حقوق ليرة أها ليرة قبوجيا حقا سيسوق له حتى وناجي نفكن لقس حال سما ونقول لي لكن هذا الزمن كان دم واحد مو داي واحد بدل إيه هلامين وياك جذب ويحيد أحدكم شفرته قفكينا يعني لحد كوا جرنسي سما بس ما جرنسين لحد كا يا 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 اهي وياي واليور اول واليريح الله راحية ذبيحته مرك جور إني محل سمينا والله راحينا طبعا مسلم باور حديث كاس درس جينا مرة كتاب 40 كالكاس